المستشار حسين بن جمال أمين عام نقابة المحامين، الإخوة الزملاء المحامين الأفاضل، كل عام وأنتم جميعا بخير. وبعد، طبعا إن شاء الله تعالى سنكمل سويا هذه الدورة التدريبية في معهد المحاماة. وكما قلت الأسبوع الماضي أن هذا المعهد كان ينبغي أن يكون موجودا منذ زمن طويل. ليه؟ لأن الهدف الأساسي منه هو صقل الخبرة التدريبية والخبرة العلمية والعملية لمن سيمتهن مهنة المحاماة. وأنتم جميعا وكلنا جميعا كما نقول دائما رجال قانون، رجال قانون، سواء كان محاميا أم قاضيا أم عضو في الإدارة القانونية أم موظف في الشؤون القانونية، وكلكم رجالات القانون. ورجال القانون هنا تطلق على الذكور وعلى الإناث، يعني ما فيش نساء القانون، في رجال القانون. فالأنثى رجل قانون والذكر أيضا رجل إيه؟ رجل قانون. فكلنا رجال أو رجالات، تجمع على رجال أو رجالات، رجالات القانون. الهدف الأساسي لرجل القانون أنه أولا صاحب رسالة، وهي أداء رسالة الحق. رسالة الحق لرجل القانون سواء للقاضي أو للمحامي. وإحنا أنا دائما بقول كلنا قضاء، كلنا قضاء، بس هناك قاضي واقف وهناك قاضي إيه؟ قاضي جالس. القاضي الجالس اللي هو القاضي الذي يجلس على المنصة ويفصل في الخصومة، والقاضي الواقف هو القاضي الذي يقف وأيضا يفصل في خصومة أو يوضح معالم الخصومة للقاضي الجالس. أيهما نبدأ؟ يعني دايما اللي بيبدأ بالخصومة القاضي الواقف أم القاضي الجالس؟ ها؟ القاضي الواقف اللي هو حضراتكم، اللي هو الأستاذ المحامي اللي هو بيفتتح الخصومة، بيعرض المشكلة على القاضي الجالس. وكل من القاضي الجالس والقاضي الواقف لا غنى لأحدهم عن الآخر، يعني الاثنين وجهين أو وجهان لعملة واحدة. ما ينفعش القاضي الجالس يشتغل لوحده، ولا ينفع أيضا القاضي الواقف اللي هو المحامي يشتغل لوحده، لابد أن يجتمع الاثنين معا. القاضي الواقف يفتتح الخصومة، يبتدئ الخصومة، يعرض أبعاد الخصومة على القاضي الجالس، ويعاون القاضي الجالس ويشرح له النصوص القانونية ويشرح له الوقائع ويجيب كل ما يؤيد وجهة نظره في القضية اللي هي معاه. والقاضي الجالس بيدرس وجهة نظر المحامي سواء محامي المدعي أو محامي المدعي عليه، كلاهما قاضي واقف، وبيدرس العملية ويوزن الحجج، وبحكم مهنته يطلع حكم في القضية ويفصل في إيه؟ ويفصل في الخصومة. إذن زي القاضي الجالس ما بيشتغل، وما ينفعش إن القاضي الجالس يبدأ عمله في القضاء إلا بدورات تدريبية، وده اللي بيحصل سواء في النيابة العامة أو في مجلس الدولة أو في الهيئات القضائية الأخرى، لازم ياخدوا دورات تدريبية. إذن التدريب ده عنصر أساسي للمحامي، وعنصر أساسي للقاضي، وعنصر أساسي لعضو الهيئة القضائية أيا كان مسماها. من غير التدريب كأن الواحد إيه يعني هيبدأ زي ما يكون واحد ما بيعرفش يعوم، فحاجة من الاثنين احتمال الغرق بتاعته تبقى كتيرة، احتمال مشاكله تبقى أكتر. عشان كده مهمة التدريب إن احنا إيه؟ بنعلمك العوم، بنعلمك إيه؟ بنعلمك العوم، كيف تعوم في بحر القانون. القانون ده بحر واسع يا إخوانا، القانون ده بحر يمكن أوسع حاجة في الدنيا. ليه؟ لأن القانون غير مختص بمجال معين من مجالات المجتمع، وغير مختص بنشاط معين. يعني ما ينفعش، يعني ما عندناش مثلا نقول قانون التعليم ونسكت، لا، في قانون للتعليم، في قانون للصحة، في قانون للضمان الاجتماعي، في قانون للخارجية، في قانون للداخلية،
كل نشاط من أنشطة المجتمع لابد أن يكون هناك، زي ما احنا خدنا في أولى حقوق كلنا إن القانون ده هو تنظيم للمجتمع. تنظيم لإيه؟ للمجتمع، للطب قانون، للصحة قانون، للهندسة قانون. إذن القانون هو المجال الوحيد أو التخصص الوحيد اللي مشترك أو اللي قاسم مشترك في جميع أنشطة المجتمع. ما ينفعش يبقى في قانون لحاجة وحاجة ملهاش، كل حاجة لا، حتى الجبانات اللي احنا بنحط فيها الميتين في قانون للجبانات ولا ما فيش؟ ها؟ في قانون للجبانات؟ دول ميتين، أيوة ميتين، بننظم الميتين، بننظم طريقة بناء الجبانة، بننظم حرمة الجبانة، بننظم يعني حتى في اعتداء على حرمة الموتى. الشاهد إن القانون ده ماهوش شغال في حتة معينة. بما إن القانون ماهوش شغال في حتة معينة وشغال في كل قطاعات المجتمع، وأنت كمحامي يمكن برضو المحامي أشد واحد في رجال القانون أكثر تخصصا، يمكن حتى في القضاء بنتخصص أحيانا قاضي إداري فبيبقى عارف الكل كممارس عام، ولكن متخصص في القضاء الإداري، قاضي مدني متخصص في القضاء المدني، جنائي في الجنائي. إنما المحامي لو أنت عايز تشتغل في كل التخصصات بتشتغل، ولا يقول لك لا ده أنت لازم تبقى في تخصص معين؟ ما يقولكش لا في تخصص معين. وفي القضاء المدني والجنائي وكله برضه في حاجة اسمها اختصاص، واسمها اختصاص نوعي هنعرفه بعد كده، واسمها اختصاص وظيفي. يعني ما ينفعش بتاع القضاء الإداري يفصل في قضية في القضاء المدني، ولا ينفع؟ ولو عملها نحصل ايه؟ عدم اختصاص ايه؟ ها؟ ها؟ عدم اختصاص ايه؟ ما تسمع حاجة. أيوة عدم اختصاص ولائي. ولائي ليه؟ عايزينكم تبقى مصحصحين كده معانا، ولائي ليه؟ لأن احنا عندنا زي ما هنعرف في مصر في نظام اسمه نظام ازدواج القضاء. في جهتين للقضاء، جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري. ما ينفعش جهة القضاء العادي تفصل في قضية مدنية، وما ينفعش جهة القضاء الإداري تفصل في قضية مثلا جنائية أو مدنية أو غير. ليه؟ إدارية. ليه؟ لأن هنا القانون والدستور حدد إن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة. يبقى أنا عندي قضاء مستقل أو عندي جناحي للسلطة القضائية، جناح القضاء الإداري وجناح القضاء العادي. القضاء العادي يشمل الجنائي والمدني والتجاري والأحوال الشخصية، وما بينهم اختصاص نوعي. ما بين داخل الجهة القضائية الواحدة اسمه اختصاص إيه؟ اختصاص نوعي. وما بين الجهتين اسمه اختصاص ولاء. فلما أجي أفصل في قضية وأنا في القضاء الإداري لابد إن أنا القضية دي تكون داخلة في اختصاصي كقاضي إداري، وإلا أقول حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوة وأحالتها المحكمة كذا. الشاهد إن في اختصاص القاضي نفسه اللي هو القاضي الجالس لابد أن يكون متخصص، وما ينفعش يمارس اختصاص عام. إنما المحامي ينفع يمارس اختصاص عام ولا ما ينفعش؟ يعني لو أنا مثلا قلت أنا هشتغل بس محامي جنائي بيني وبين نفسي كده، لكن لو عايز أرفع قضية مدنية أرفعها ولا ما أرفعهاش؟ عايز أرفع قضية إدارية أرفعها ولا ما أرفعهاش؟ عايز أرفع أي قضية. يبقى اللي أكثر حقيقة في العمل، اللي أكثر اختصاصا وأوسع اختصاصا مين؟ القاضي الجالس ولا القاضي الواقف؟ القاضي الواقف. إذن المهمة بتاعتكم عايزين نوصل إن مهمتكم مهمة أصعب كمان من القاضي الجالس، أصعب من القاضي الجالس. ليه؟ أولا أنت اللي بتفتتح الخصومة، وأنت اللي بتوجه الخصومة، وأنت اللي بتذهب للمحكمة وتوضح النصوص القانونية وأسانيدك وكذا وكذا، وأنت اللي بتجيب المستندات. يعني معلش لما أجل القضية لو حتى يعني حسبت المجهود الفني اللي في القضية هلاقي يمكن 70% منه على القاضي الواقف على المحامي، و30% على القاضي الجالس، لأن أنت فتحت لي كل الحاجات، وأنا ما علي إلا أن أنا أدرس وأوزن الحجج بتاعتك أنت والخصم بتاعك، وفي النهاية بنتهي لما يحكم به الله سبحانه وتعالى أو يحكم به القانون. الشاهد أن اختصاصك كمحامي أوسع من اختصاص القاضي الجالس، لازم نفهم دي وبلا جدال وبلا أي مجاملة. ده يقتضي مني إيه؟ يقتضي مني إيه؟ أن أنا بقى لازم أكون على مستوى هذه المسؤولية. بمعنى أن لو القاضي الجالس قعد يذاكر ساعة، المفروض أنا أذاكر 3-4 ساعات، صح ولا مش صح؟ ها؟ ده اللي احنا ليه بنتكلم الكلام ده من البداية؟ معلش، لأني
يمكن يعني في يمنا مثلا ما كانش فيه معاه التدريب للمحاماة ولا كان فيه كذا، إنما دلوقتي تشكر نقابة المحامين ويشكر معالي الأمين العام ومعالي النقيب إن هم وفروا لكم هذا المعهد المحترم. ليه؟ اللي هو بيعلمك بداية درجات العوم، بيعلمك القيادة، بيعلمك يعني كيف تدير نفسك أولا وتدير غيرك بعد كده. مهمة المحامي يا أخوانا إنه ما بيشتغلش لنفسه بس، ده أنت مشكلتك أنت بتشتغل لنفسك عشان أتعابك، عشان شغلك، عشان أكل عيشك. إنما اللي أهم من دي إيه؟ اللي أهم من دي إن واحد بيسلمك نفسه، إنه واحد بيوكلك بيعمل لك توكيل عام أو توكيل خاص. معناة الوكيل يعني إيه؟ بتحل محل الموكل. وأكتر واحد بيسمع أسرار المحامي، يعني الواحد يروح يحكي للمحامي يمكن أسراره لما يحكيها لمراته، حتى لو رافع قضية تجارية ولا قضية جنائية ولا كذا، ولا لو عمل قضية جنائية المحامي بس يقول له إيه اللي حصل. لازم يفصح للمحامي عن كل حاجة ولا لا؟ هينفع يغش المحامي؟ مش هينفع. ليه؟ ده الراجل ده رايح يدافع عنك. احيانا الست بتحكي للمحامي اللي ما تقدرش تحكي لابوها وامها، بيحصل ما بيحصلش. ليه؟ لانها لازم تفصح للمحامي عشان عايزه توصل للحقيقه، والمحامي هو ناقل الحقيقه امام المحكمه. اذا مهم جدا عمل المحامي ده، هو على اساس ان انت فعلا بيبقى بيدك زمام الموكل بتاعك، وعندك أمانة، وعندك ميثاق مهنة، وعندك عدم إفشاء الأسرار. يعني شغلنا كاملة، وعندنا قانون كامل اسمه قانون المحاماة، بينظم عملية المحاماة بقى، سواء من شخص المحامي وانظامه وشغله وحصناته وحقوقه والتزاماته وكيفية ممارسة مهنة المحاماة وميثاق العمل المهني. والشاهد ان موضوع عملية المحاماة عملية خطيرة ومسؤولية كبيرة، واللي لازم هيتولى هذه المهنة لازم يكون على قد هذه المسؤولية. مش معناه كده بقى ان احنا ايه زي ما بيحصل، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، ان انا كمحامي بقى لا، يعني لا، ده ما عرفناش قيمة المحاماة لان ما حدش كلمنا كتير عن المحاماة. ودي الفرصة الاساسية اللي انتوا بتاخدوها من هذا المعهد. لما يجي معالي الامين العام من شيوخ محامين مصر يقعد يكلمك عن نظام مهنة المحاماة وعن كيفية سلوكك كمحامي وعن وعن وعن، هنجيب لك مين أكتر أكبر من كده سنا وأكبر من كده خبرة يكلمك؟ أنت وصلت للطب هو الأعلى حاجة. لما يجي يجيب لك مثلا رئيس محكمة وصل لأعلى حاجة في المحكمة والعمل القضائي الجالس، يبقى قادر العمل القضائي الواقف بأعلى سلطته وبأعلى منصب فيه، والعمل القضائي الجالس بأعلى منصب فيه. يبقى أنت دلوقتي جايب لك معلش الخبرة كلها، يبقى لازم أولا نشكرهم على ذلك، وثانيا إن احنا ما نضيعش دقيقة ولا نضيع ساعة من إن احنا ما نستفيدش فيها. تستفيد إزاي؟ تستفيد بقى كمحاضرة زي دي تسمع منها. أهم من المحاضرة إن أنت بقى بما إنك أنت عايز تمارس مهنة المحاماة، القراءة ثم القراءة ثم القراءة. يعني دي حتى يعني دي ما فيهاش مجال، ممكن لو ما فيش محاضرات وانت هتثقف نفسك قانونيا وما وعندك بقى من آلاف الأحكام ومجموعات الأحكام وكتب الفقهية والكتب العملية و يبقى كده ماليش عذر ان انا طالما عايز اتعلم هذه المهنة وعايز، حتى لو مش هتشتغل بها. يعني برضو احنا غلطنا ومشكلتنا ان كل واحد بيدور هو هياخد كام، بيدور هو دخله ايه في الحكايه دي. مفيش مهمنا ادور دخل ايه، بس اللي هيتعلم مهنه قبل ما يدور على الدخل يدور على ايه؟ يدور على قيمه المهنه بتاعته، يدور على المعنى. يعني المدرس ليه يدور على ثمن الحصه كام قبل ما يدي الحصه؟ الطبيب ليه يدور على ثمن الكشف كام قبل ما يعمل الكشف؟ طب ما انت عندك الطبيب بيأدي رسالة مهنة الطب، والمحامي بيأدي رسالة مهنة العدل، والمدرس مهنة التعليم. لو كل واحد منا خد المهنة اللي ربنا أوكلها إياه، لأن أنت دلوقتي إشمعنى ربنا خلاك تروح مدرس؟ أكيد ربنا عايزك تبقى مدرس. إشمعنى ربنا خلاك تروح محامي؟ عشان عارف إن مهنة العدل ده بتاعتك أنت. ليه طلع الطبيب؟ عشان عارف إن مهنة الطب بتاعته. إن سعيكم لإيه؟ لشتى. كلمة سعيكم لشتى دي مش معناها ان كل واحد بيختار السعي بتاعه، لا، يعني كل حاجة الرزق ربنا سبحانه وتعالى
هو بالرزق بالذات جعلنا جعلنا جعلنا، وكلمة جعلنا دي معناها ان انت لا دخل لك فيه. فما فيش واحد ايوه هتقول انا اخترت الحقوق ماشي حلو خالص، طب لو ما كنتش اخترت الحقوق ربنا طلعك فيها عشان ربنا عايزك فيها، وطالما ربنا حطك فيها يبقى لازم اديها بحقها، والطبيب يديها بحقه، كل واحد يخلص في عمل. مهنة المحامي من اجل المهن، وعشان كده ادينا احنا دلوقتي في هذا البرنامج ولا هذه الدورة لنقل الخبرة العلمية والخبرة العملية من جيل الى جيل الى جيل الى جيل وهكذا. بعد كده ان شاء الله انت الواحد منكم ولا الواحدة منكم هتيجي بعد كده هي اللي تحاضر، وهي اللي تدي خبرة عملية، وهي اللي تدرب ناس معاها. وما شاء الله يعني في محاميات في المحاكم بنشوف نماذج ممتازة بتبقى انشط من كده ما فيش، عشان ما حدش يفتكر الواحد يقول لك عم الواحدة دلوقتي هتروح المحكمة وهتروح هي المحكمة. هي ما تروحش ليه؟ ما الست في كل مكان حاليا دلوقتي، والله بنشوف نماذج مش مجاملة، يمكن في اساتذة محاميات يمكن انشط بكتير من الاساتذة المحامين، وكذلك الرجال، وفي شباب انشط من الكبار. ليه؟ لانه خد المهنة بحقها. فدلوقتي انت داخل على مهنة محترمة، اول حاجة ما نستعجلش الرزق بتاعنا، ما نستعجلش الرزق بتاعنا، وعشان ما استعجلش الرزق يبقى لازم اسعى للتعليم. بلاقي شباب كتير اقول له ما تشتغل مثلا في محاماه، حتى لو انت مالكش رغبه او شايف ان تكاليفها مثلا عايزه مكتب عايزه كذا عايزه كذا، اقول له يا عم اشتغل انت حتى لو هتشتغل بتعليمك فقط. يقول لك يعني هو المحاماه تديني كام في الشهر؟ مشكله كام في الشهر دي يعني هي مش هنقول ان ما حدش يشتغل من غير فلوس، مش هنقول ان احنا كلنا معانا الفلوس اللي احنا عايزينها، لا محتاجين برضه، لكن النقطة الأساسية عدم المطلوبة منكم عدم الاستعجال. ولما تاخد حاجة صغيرة توصلك لحاجة أكبر شوية، لحاجة أكبر لحاجة أكبر. معلش يعني أساتذة المحامين وكبار محامين مصر دلوقتي وعلى رأسهم سعادة الأمين العام، لا نفسه أمين عام كده في يوم وليلة، ولا أكيد اشتغلت خدت درجات ورحت وجريت طلع رحنا وهكذا. مفيش واحد يعني مفيش حاجة بتيجي بالسهل أبدا، وده بيقولوا محدش بياكلها بإيه؟ ها؟ محدش بياكلها بالسهل، نفس الحكاية محدش بياكلها بالسهل، ومحدش بيتعلمها بالسهل، ومحدش بياخد منصب بالسهل. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى أوصانا بالعمل، وقال ومش العمل بس، قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أن يتقنه. والآية القرآنية إن الله لا يضيع أجره من أحسن عملا، يعني إحسان العمل مش من عمل عملا فقط، يبقى أحسن العمل في المحاماة، أحسن العمل في مكتبي، أحسن العمل في مذاكرتي، أحسن أطور نفسي، لأن نفسك مش بتاعتك. يعني برضو خلي بالك يعني ربنا لما خلاك تتعلم 16 سنة عشان تطلع محامي، وعلم ده 16 سنة عشان يطلع طبيب، هو أنت بتطلع محامي لمين؟ بتشتغل لمين؟ الواحد منا بيشتغل لمين؟ لنفسه؟ ولا للمجتمع؟ أيوه نفسه، واحد على عشرة. واحد ها؟ شغالين كويس. شغالين يا باشا كويس معانا أهو. لا مش شغالين، ما أنا بقول لسعادتك يعني الواحد ما بيشتغلش لنفسه فقط، يعني أوعى تفتكر ان انا هطلع محامي عشان ايوه انت للاسف او احيانا بيبقى عيني مغميه عن الباقي، عايز اشتغل محامي عشان اطلع كذا واجيب كذا في الشهر واتجوز واعمل واعمل واعمل. ده في زي لسه قايلين من شويه في مصالح ناس كتيره جدا متعلقه ايه؟ متعلقه في رقبتك انت. يعني تخيل لو ما حدش اشتغل في المحاماه، لو ما حدش اشتغل في الطب، لو ما حدش اشتغل في كذا، لا الطبيب هيستفيد ولا المريض هيستفيد. فربنا يسخر البني ادم ويقول لك هدخل طب عشان اشتغل طب، والتاني يقول لك هدخل حقوق عشان اشتغل محامي، ولا عشان اشتغل قاضي، ولا عشان هو عايز الشغل لنفسه لكن هو بدون الناس هيشتغل؟ بدون الناس مش هيشتغل. اذا انا كمحامي من غير الناس مش هعرف اشتغل، والناس برضو محتاجه ليا، يبقى كلنا زي ما بيقولوا كده بنكمل بعض. عشان كده زي ما بقول لك كده، حتى اولادك مش بتوعك انت لوحدك، ايوه ابنك و يعني هو كل حاجه بالنسبه لك، او بنتك وهي كل حاجه بالنسبه لك، انما احنا دلوقتي كلنا قاعدين نشتغل اهو. انا جاي اشتغل عشان ايه دلوقتي؟ جاي اشتغل عشانكم، ما بشتغلش لنفسي.
انت هتطلع تشتغل، هتروح تاخد قضيه، ماشي هتشتغل لنفسك، بس في النهايه انت بتأدي رساله في المجتمع. وهكذا وجعلنا بعضكم لبعض ايه؟ سخريه، يعني كلنا مسخرين لبعض. اذا في امانه؟ ايوه في امان. لو انا ما اشتغلتش ما ادتش رساله المحاماه كما ينبغي زي ربنا ما عايزها، يبقى انا اصبحت وبال عليا، مش ايه؟ مش نعمة علي، أصبحت نقمة. القاضي كذلك، لو أنا ما بدكش عمل كما ينبغي، لا يا ريتني ما اشتغلت قاضي أحسن. وهكذا. يبقى إذن عايز أقول لك إن أنت طالما دخلت المسؤولية أصبحت مسؤول لنفسك ولغيرك، وبالتالي أصبح من حق المجتمع عليك إن أنت تكون محامي 10 على 10. وإن عملت غير كده يبقى أنت قصرت في حق نفسك وفي حق المجتمع وفي حق ربنا. ليه؟ المجتمع عايز محامي 10 على 10، صح؟ والا مش هيجيلك، والا يبقى انت قصرت فيه. نفس الحكايه الاب، انا دايما بقول الاب اللي ما يطلعش اولاده متفوقين ما يبقاش اثر، يقول لك انا لا 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 انا اديته فلوس وهو حر نعمل له ايه؟ لا، ده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى برضه الاب مسؤوليه ابوه، ومسؤوليه ابوه ان يخلوه رقم واحد، انه يخليهم المتفوقين. ليه؟ لان انت بتطلع ابنك ده سلعه للمجتمع، سلعه. المحاماه انت بتقدم خدمه ولا ما بتقدمش خدمه؟ بتقدم خدمه للناس، وحق الناس عليك ان انت تأدي لها الخدمه في احسن وجه ممكن. والا هتبص تلاقي ايه؟ يعني لا هتبقى صورتك كويسه عند الموكل بتاعك، ولا هتبقى صورتك كويسه عند ربنا، وحتى الفلوس اللي تاخدها ربنا مش هيبارك لك فيها. عشان كده يا اخوانا الموضوع مش بسيط ابدا ابدا ابدا، لا على مستوى المهنه بسيط، ولا على المستوى الشخصي بسيط، ولا على المستوى الاجتماعي بسيط ابدا. ليه؟ انا برضو بقول ان المحامي ده انت شعاع العدل في المكان اللي انت فيه، ووسط اصحابك ده لا اسال فلان ده هو طبعا عشان ايه ده معاه لسان صحوه، اكيد اكيد راجل فاهم يعني. ولو قاعد وسط جيرانك ولا وسط اصحابك ولا جماعه عايزين يحلوا مشكله مراس، روحوا لمين؟ ها؟ روحوا للاستاذ محمد عشان هو اللي واخد لسان صحوه وهو اللي شغال محامي. طب لما يجوا يروحوا لك بقى وما تعرفش تحل لهم المشكله بتاعتهم، يبقى موقفك ايه بينك وبين نفسك؟ هتبقى بينك وبين نفسك مش كويس. ليه؟ لان انت لو مذاكر كويس ولو فاهم مهنتك كويس ولو عارف مين فينا جاب مثلا قانون المواريث كده وحطه معاه، حتى لو مش محتاجه، حتى لو مش في مكتبك، متوقع يا اخي بلاش متوقع ان حد يسالك، كل واحد فينا وارث ومورث، صح ولا لا؟ تبقى يبقى منظرنا ايه لما بقى مش عارف حتى وانا قاعد مع نفسي كده؟ لو انا حتى توفيت لرحمه الله لما ياتي الاجل نظام ولادي هيبقى ايه؟ ما اعرفش ولادي كده ليه؟ الشاهد ان المحامي ملوش عذر ابدا ابدا ابدا، لا وسط الناس ولا مع نفسه. مشكلة أحوال شخصية، واحدة زعلانة من جوزها وعايزة ترفع عليه دعوة وعايزة تشتكي وعايزة مش عارف إيه، وتروح للمحامي، تعالى يا محامي اشكلنا، لا تلاقيه مش عارف، وده يبقى خد لصنص إزاي ده؟ ولا مشكلة المشاكل بقى لما يبقى المحامي نفسه هو معاه المشكلة ومش عارف يحلها، يروح يشوف محامي يحلها. ها؟ كل واحد فينا فكر في كده، كل واحدة فكرت إيه حقوقها الزوجية حتى؟ إيه حقوقها المالية؟ ما حدش بيفكر في الحتة دي. ليه؟ يقول لك هو انا يعني انا قايم اعمل حاجه دلوقتي، اه قايم تعمل حاجه وقايم تعملي حاجه. الشاهد ان المحامي زي ما بقول لكم انت موسوعه قانون، لازم تبقى عارف حقوقك وحقوق غيرك ايه وحقوق الناس عليك ايه، وتتوقع في اي لحظه ان واحد يجي يسالك ولا يفاجئك بسؤال. فعشان ما تطلعش صغير مع نفسك ومعاه لازم تثقف نفسك وتثقل نفسك. واحد اهم اساليب صقل الخبره اللي احنا بنعمله دلوقتي، احنا مش قاعدين دلوقتي نحكي ولا قاعدين خلاص ناخد دوره عشان يبقى خدنا دوره، وزي ما قال استاذنا المحاضره اللي فاتت انت مش جاي عشان تاخد كارنيه، لا لو هتاخد كارنيه مع نفسك خلاص الكارنيه ده لو مش هتستفيد منه علميا علميا وعمليا قبل الخدمات الاخرى بتاعته، ده كانت علاج طبي ولا مصايف ولا ولا ولا، لا يبقى بلاش منه احسن. احط اول اولوياتي العلم. والعلم اول حاجه زي ما قلنا فيها حاجه من الاثنين، اما انه علم نظري واما انه علم عملي، اللي احنا بنقول عليها الخبره العلميه والخبره العمليه. الخبره العلميه الشهادات، ثقف نفسك، خد دراسات عليا،
ما فيش مانع ان انت تصل للدكتوراه، ايه المشكله؟ لما وعلى فكره اسهل كليه في الدراسات العليا في الدكتوراه الحقوق، هم دبلومين دراسات عليا ولا ماجستير في سنتين، وسنتين تاني او ثلاث سنين تاني تاخد دكتوراه، يبقى خمس سنين تبقى راجل دكتور في القانون. ايه المانع من كده؟ ايه المانع؟ هل في حاجه في عقبه؟ ما فيش عقبه، ما عندناش وقت. اغلب الشباب المصري عنده وقت، ما تقوليش انا ما عنديش وقت. ولو ما عندكش وقت وفر لنفسك الوقت، لان انت لما تبقى يا حباذ لما تبقى محامي معاك ماجستير ولا معاك دكتوراه وتدمج الاثنين مع بعض، العملي مع النظري، يطلعوا لك كوكتيل كده محترم ابدا ما خدتوش عند حد ابدا، لما تاخد الناحيه دي والناحيه دي مع بعض. يعني انا شخصيا مجربها، لما واخد الدكتوراه في القانون وفي نفس الوقت راجل مارست العمل القضائي، فالاثنين مع بعض ما فيش حاجه تقف قدامك. ليه؟ ده بيخدم ده وده بيخدم ده. احيانا تلاقي ممكن واحد استاذ جامعه ولكن لم يمارس المحاماه في القانون، وعايزك انت اللي لسه متدرب تكتب له صحيفه الدعوه. ليه؟ لانه ما دربش نفسه او حتى ما خدمش نفسه. اهم حاجه يفتح لك الكتاب يصم الكتاب صم ويكر الكتاب على الطلبه كر. لكن لو قعدته مثلا عايز يكتب صحيفه الدعوه، ممكن يسال مثلا اصغر محامي شغال في مكتب يقول له اختم صحيفه الدعوه دي بايه؟ طب ارفعها قدام دايره ايه؟ طب اعملها مش عارف فين وهو. ليه؟ لانه خدم نفسه في الناحيه النظريه فقط. وبعض القضاه وبعض معلش يعني بعض الاساتذه المحامين خدم نفسه في الناحيه العمليه فقط. لكن عشان يجي يدي محاضره او عشان يجي يحاضر في ندوه ولا في مؤتمر ولا في كذا، تلاقيه برضه ايه؟ مش مالك قوته قوي. تمام؟ الشاهد ان لما تجمع الاثنين مع بعض يا حبذا، دي حاجه انا نفسي بوصي بها كل من هو في مجال القانون. وانا بناقش رساله الدكتوراه بوصي الباحث وبوصي اللي حوالين الباحث واهل الباحث انه يكملوا دراسات عليا. لان دلوقتي معلش الليسانس بقى هو القاعده العامه، صح؟ مئات الالاف من الليسانسات بتطلع، طيب شويه الماجستير اقل شويه، الدكتوراه اقل الاقل. طب واحنا دلوقتي ليه ما نكملش دراستنا ونطور نفسنا؟ لو انت محامي واتعهد لك بكده، لو انت محامي وكملت دراستك وانت في المكتب هتستفيد في العمل في المحاماه، وهتستفيد في النظر، هتاخد من المحاماه تحط في الايه؟ في الدراسه، وهتاخد من الدراسه تحط في المحاماه. يبقى انت كده هو ده المطلوب، تطوير نفسك علميا وتطوير نفسك عمليا. اذا التطوير ليس علميا فقط ولا عمليا فقط، ويفضل دايما ان انا اجمع بين الاثنين. اطور نفسي علميا ازاي؟ اولها القراءة، القراءة ثم القراءة. لأن كل مجال القانون احنا بيسمينا الدراسات النظرية، ودراسات نظرية معناها كتب، معناها وجهات نظر، معناها إن أنا لازم أقرأ فقه كتير. لأن احنا زي ما قلت قبل كده مهنة المحامي إيه؟ مهنتك إيه؟ ها؟ بتقول مهنتنا إيه؟ ها؟ سمعونا يا إخوانا، احنا عايزين هنا معلش، وانا قلت الكلام ده برضه وبكرره عليكم تاني، لازم يبقى في مفاعله وتفاعل مع بعض. ليه؟ انتوا مش اقل مني، انتوا مش اقل مني، كلنا رجال قانون. ايوه تفرق بس السن وتفرق الخبره شويه، فقول اللي انت عندك. يعني لما يبقى عندك المحامي اساس اساس مهنته الشجاعه الادبيه، اساس مهنته الشجاعه الادبيه المحترمه. يعني لما تقف قدام المحكمة أحيانا كتيرة ممكن يبقى المحامي يعني إيه؟ يا إما متحرج إنه يكلم المحكمة، أو معلش عفوا في اللفظ أحيانا عنده رهبة شوية من المحكمة، أو خايف يتكلم لأحسن يغلط وأحسن زمايله اللي قاعدين. لا، المحاماة الشجاعة الأدبية أساس 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 كل حاجة فيها. هتقف في المحكمة، هتقف قدام زمايلك، هتقف كذا، ما تتحركش ابدا انت تسال سؤال او تبدي الملحوظه او تقول الكلمه اللي انت عايز تقولها. فانا هنا دلوقتي لما بسالك، اللي عارف حاجه يقولوا، اللي مش عارف على الاقل يعرف. يضيع العلم بين ايه؟ ها؟ يضيع العلم بين اثنين، ايه هما؟ ايوه الكبر والخجل. الكبر واحد يتكبر يزعل، انا راجل عندي 50 سنه ولا 60 سنه واقعد اسال واحد كده يضحك عليا ولا زمايلي يضحكوا عليا، او بيبقى متكبر ان هو يبقى راجل كبير كده ويسال. طب خليك ساكت، يبقى انت ايه؟ ما اتعلمتش. والخجل، الخجل اللي هو ايه؟ يخجل او تخجل انها تسال لاحسن ايه؟
لاحسن سؤال هيطلع غلط، لاحسن يقول لها واحد ولا انت ازاي مش عارفه سؤال. هو في حد ما يعرفش دي؟ لا، من ضمن يا اخوانا العلم. الاستاذ هيقول تعالى. اتفضل. تعال. تمام. تعالى هنا، تعالى عشان نسمع كلنا. ده بالعكس، احنا مبسوطين جدا. هو ده، اسمح لي، هو ده المطلوب. عندك حاجه؟ طالما في اطار الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، لان دي اللي انت بتتكلم فيها حاليا دلوقتي، تكاد تكون مشكلات عمليه او مشكلات شخصيه. طالما انها لا، انا قصدي انا، طالما انها في اطار التعليم والتعلم، لازم تقولها، وتقولها برضو باختصار، وتقولها عشان ايه؟ عشان برضو وقت زمايلك، بحيث ان احنا نستفيد منها كلنا. اتفضل. اولا اسمع بقى، انا بحييك على هذا السؤال طبعا. اتفضل اتفضل ارتاح. هو ده راجل شغل دماغه، وكلامه كلام منطقي. عندك تعهد كويس. كلام منطقي. لا لا، اتفضل اتفضل. ده عايز تشريع بقى. عايز تشريع. وخلي بالك بس، اسمعنا. اتفضل. اللي انت بتقوله ده كله عايز تشريع، وفي موضوعات تانية عايزة تشريع، ولكن احنا بنحتكم للقانون والنص اللي بيطبق على الواقع ايا كانت هذه الواقع. وفي الاول وفي الاخر نص المادة، ايا كان نص المادة برضو، عندما يعرض على المحكمة وعندما تعرض الأدلة على المحكمة، هنا الأمر بيبقى إيه؟ في حدود للواقع، وفي حدود نص القانون أو القرار أو قانون، لو في حتى القانون ما فيش فيه قانون الإجراءات الجنائية، يبقى هنروح عشان نجيب قانون المرافعات زي القانون كده. ده ما لو النص ده مش هنرجع ليه ومش هيبقى موجود، هجتهد وهجيب من قانون المرافعات نص المادة اللي هطبقها على الإجراء ده. ماشي؟ يبقى احنا كلنا كل الموضوعات كده اللي موجودة في المجتمع كلها بتندرج تحت القانون، تحت القانون، وكلها وقائع وموضوعات، كل ديت بيطبق عليها جميع القوانين اللي موجودة في الدولة، واللي تم تشريعها من المجلس المختص. يبقى احنا بندور كلنا كده، وكل الموضوعات اللي احنا قاعدين عشانها النهارده دي كلها عشان خاطر القانون. لكن في حاجات اللي انت قلتها دي كلها بس عايزه تشريع، لما نيجي نتكلم فيها ملهاش وجود. ليه؟ لاني انا بطبق النص اللي موجود، اللي المشرع قاله والدستور اقره. فعلشان كده احنا اللي ده حاجات كتيره، لكن في اطار الشرعيه وفي اطار القوانين اللي بتطبق على الوقائع دي كلها احنا ملتزمين بها تماما، علشان يبقى احنا الصح، واحنا رجال قانون ونطبق القانون وحريصين على القانون، وما نقدرش نخرج على القانون. انت بتقول ده كلام كويس قوي، كلنا بنقوله وبيتقال في اماكن كتير برضه بنبقى قاعدين بنتكلم فيها، ولكن بنلتزم بالقانون. محكمه بتدي حكم، محكمه بتدي حكم، بتدي حكم بايه؟ بالمعروض عليه، بالمعروض عليه. ايه المعروض عليها؟ معروض عليها واقعه، معروض عليها موضوع، ايا كان الموضوع. الموضوع ده بيندرج تحت انهي نص من القانون؟ بنقول نص القانون الاداري، القانون المدني. الواقعة دي بتندرج تحت النص المدني. المحكمة بتبدأ تعرض وتبحث، وحضرتك بتقدر انت كمحامي ومدعي ومدعى عليه بتقدم مستندات، وهو بيقدم مستندات، وده بيطلب خبير وده بيطلب خبير، وفي الاخر المحكمة بعد ما الدفاع يخلص بتحكم قرارات المحكمة حجز الدعوة للحكم. حجز الدعوة للحكم كده الأمر أصبح
منوط بالمحكمة. بحث طرفين، بحث الموضوع، بحث الأدلة، ده قدم وده قدم، والمحكمة اقتنعت وقالت حجز الدعوة للحكم، يبقى خلص الكلام. بعد كده المحكمة بتحكم، خلاص المحكمة بتحكم بما انتهت إليه واطمأن إليه وجدانها وضميرها مما عرض عليها من واقع وما عرض عليها من أدلة من الطرفين اللي هم المدعي والمدعي، خلاص حكم المحكمة ولا يمشي. أنا كان بقى هيبقى فيه حكم، هيبقى فيه مدعي مدعى عليه، وده خسر وده كسب وده هيطعن وده هيبدأ تاني يكمل معاه المشوار. فعشان كده عايزين احنا نبقى حريصين جدا، ما تخليش دماغك تلف، ما تخليش دماغك تروح في اتجاه انت مش بتاعه، ولا انت عايزه، ولا هو اصلا هيطبق على موضوع معين خالص. لا، احنا كلنا كده، مجتمع كله بيبقى ايه، كلنا عايشين تحت وقائع معينه وقانون معين. خلي بالكوا احنا عندنا قوانين دلوقتي ما لا تحصى ولا تعد، بس قوانين سببت لازم نبحث ولازم نجيبها. هيجي لك موضوع معين، واقعة معينة، هتبقى انت مش عارف، مش قريب، قانون بالنسبة لك بعيد شوية عنك، هتبحث، لازم تبحث بالقانون، لازم تجيب القانون ده وتقرأ وتشوف المواد دي وتشوف المادة دي، هل انا ممكن ألجأ لمادة تانية؟ حقك تبحث في أدلة او في مادة مش موجودة في الواقع دي. هتبدأ تروح قانون المرافعات، هتردد قانون الإجراءات، وتجيب النص المادة دي الواقع دي، وتقوم جايب نص المادة دي وتقول ايوة ده هي تنطبق على فعلا الواقع دي، وتبدأ ده العلم، ده الفقه، ده القانون، ده الفكر، ده الأدب، ده خلي بالكم. أنا هقول لكم مرة، أنا مرة اترفعت في قضية قتل ما جاتش معايا الملف بتاعها في محكمة جنايات شوبر، والمحكمة أصرت على إن هي مش متأكد خالص، وكنا متهمين ومدعي عليه لحق المدى، وحضرنا والمحكمة أصرت قالت مش هتراجع. في محامين قالوا يا ريس احنا طلب انت التأجيل عشان شاهد الإثبات وحضور المحامي الأصل، قال أنا مش هأجل خالص، وأنا هديكوا آخر الجلسة، اللي مش هيحضر محامي مش هيحضر أنا هنتدب له محامي حق، وثبت الكلام ده في محضر الجلسة واترفعنا. وأنا فعلا هم قالوا قايلين لي، المحامين قايلين لي إن احنا هنأجل، نحن هنأكل، وانا كان عندي وقعة ليلة تانية، ورحت الراجل ما أكلش خالص وترفعت. أنا اترفعت من أمر الإحالة اللي فيه أدلة الثبوت في القضية دي وموجود وحكمها موجود وأسبابها موجودة، واترفعت برفعة كما لو كنت أنا فعلا، وأنا كنت فعلا متعايش الواقعة دي، وبقرأ وبقول صفحة كذا والسطر رقم كذا والدليل الإثبات كذا والطب الشرعي بيقول كذا، وعرضت عرض محترم قانوني موضوعي واقعي خلاص. طيب ده بقى يقول لي ايه المحامي؟ مش حضرتك اللي هتترفع، وانت اللي هتترفع والمحكمة بتسمع وبتحترمك كويس قوي، عشان انت بتترفع كويس قوي وبتعرض كويس قوي وبتقنع كويس قوي وتتعيش مع الواقع وتعيش المحكمة الواقع. هو ده المحاماة يا جدعان، هو ده المحاماة. اوعى تقول غير الكتاب اهو حاطينه لكن انت بتشتغل بيه؟ لا، انت بتشتغل بيه على ايه؟ على موضوع اللي في الحياة نفسها، حدث في الحياة، حدث مجرد. المحكمة دي مية القانون بتيجي ايه؟ القانون بتيجي تتناول وقائع محددة، دي موجودة في الكون كله، هو عشان تبقى عارف برضه، ده ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ خلق البني ادم في الكون
ومش سابه كده، لا ده رب ما سابكش كده، ده احنا هنتحاسب، واللي هيعمل فعل مجرم هيتحاسب، واللي هيعمل بخير هيتحاسب. وهنا قال لك ايه بقى؟ اللي ربنا لما خلق البني ادم سخر له جميع المخلوقات كلها، كل المخلوقات ربنا سبحانه وتعالى سخرها لنا، كل الكون ده هو ربنا سخر المخلوقات لنا احنا بس، مش حد تاني غيره، مش كده وبس. لما سخر كل المخلوقات اللي انت وما فيش حد غيرك، طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى بقى بيكرمك وكرمك قوي، وقال لك يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره نشاء ركبك. يبقى اذا هنا النهارده بيكرمنا ويحذرنا، انا اديتك كل حاجه بس هحاسبك على كل حاجه، هحاسبك على الفعل المجرم اللي بتيجي بيه افراد المجتمع ايا كانت، وهحاسبك على ان انا اديتك وانت ما تصرفتش صح، ان انا قلت لك الصح اهو والغلط اهو وانت ما عملتش حاجه. فعلشان كده ربنا ادانا كلنا، انت هتبقى راجل هتحاسب، وربنا هيقول لك انت موجود في المكان ده علشان ايه؟ عشان تقيم شرع ربنا. بايه؟ بالقانون اللي احنا بنقول فيه ده من ساعه ما اتخلق القانون. علشان كده القانون محدد وصريح وواضح وملزم بكل الوقائع اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لخدمة البشر. احنا هنقف علشان نخدم البشر، وهنقف عشان نحافظ على حياة المجتمع، فده احنا لازم فعلا نلتزم بيه. المحاماة هي عصب الحياة، عصب الحياة، وهي الحق، الحق اللي هو ربنا سبحانه وتعالى فرضه علينا كلنا. فاللي بيتأذى يا جدعان لازم كلنا، انا لما اقول لك واحنا هنعمل كده، انا اقول لك انا بترفع من غير قضية، طب ما انا بترفع هو من غير قضية، طب هو انا في قدامي ورقة؟ انا ما قدامش ورقة، ده انا بعرض لك كل حاجة، وبعرض لك قضية، وبعرض لك أدلتها، ماشي؟ وبقول لك القانون اللي بيطبق كل ده، ما هي مرافعة اهي، ما هي واضحة اهي قدام المحكمة. أنا ما لناش وما معناش ورقة. ده بيدل على إيه؟ بيدل على إن أنا محامي فاهم، والمحاماة دي بالنسبة لي هي حياتي. هي حياتي. وعشتها كويس أوي، وعشان كده أنا فيها كويس أوي، وبعرض من خلالها كويس أوي، وبقول لكم كويس قوي اللي انا عشته في التبانه دي. فالدكتور اللي قاله بالشيت، شوف بقى الاستاذ قال اتكلم وانا اتكلمت، والدكتور بيقول هو الاستاذ اتكلمت وانت بقى كلها بتتكلم. فشوف النهارده حوار، حوار اهو، خلصنا منه بايه؟ بان وقائع احكام كل ده انت احنا كلنا كده متفقين عليه. طب احنا كلنا كده مش طلع دلوقتي في حاجات احنا في حاجات احنا كلنا كده دلوقتي عشناها كويس وعرفناها كويس؟ انا الاستاذ قال كلام كويس انا اتعلمت منه، الدكتور قال كويس انا عرفت، الاستاذ اتكلمت انا اتعلمت. فعشان كده هو ده العلم بقى، هو ده العلم، هي علم المحاماه، هو ده العلم الموضوعي، هو ده اللي انت البطل بتاعه، اللي انت بتجدها وبتجدها وبتجدها وبتصيغه في صورة واقعة معينة، وتبدأ تعرضها طبقا لما انت اطمأنيت ليه، وتبقى لانك انت الدليل اللي انت مقدمه يفوق كل الأدلة اللي موجودة في الواقع ايا كان بقى، عرفي مش عرفي، محكمة ايا كان. فاذا النهاردة لازم انت ليك دور، ولازم انت تبني ليك دور، مفيش حاجة المحامية والمحامي ده غلط، غلط كلهم رجالة مش كده يا محامي، يا محامي غلط
لا ربنا سبحانه وتعالى رجال قانون. احنا كلنا رجال قانون، رجال قانون، كلنا رجال قانون. صحيح. ودي بتجي في المحكمه. في زملاء لابننا محاميات ما شاء الله، والله احنا بنحترمهم ومش عايز اقول بنفتخر بيهم. نفس الوقت محامي والمحامي مفيش كده. فاحنا عايزين نخرج من الاطار اللي احنا فيه ده. ماشي. ولذلك احنا اللي جاي بقى انتوا اللي هتقولوا مشاهد. عشان يبقى الكلام واضح، اللي جاي انتوا اللي هتقولوا في المحاضره الجايه، مش احنا اللي هنقول. احنا هنسمع ونتعلم، وانتوا هتقولوا بقى هتترفعوا، انتوا اللي هتترفعوا. اتفضل يا باشا عشان ايه؟ وبالتالي الدكتور طبعا بنشكر معالي الامين العام على هذا التوضيح وعلى هذه النصائح والخبرات. هو يعني دلوقتي يعني بيقول لكم ترافع من غير ورق، معناه كده انه شرب المهنه، شرب المهنه. يعني الواحد فعلا من كتر لما الامور تتكرر عليه، وفي نفس الوقت قبل ما الامور تتكرر الهوايه زي احنا لسه قلنا دلوقتي، اول حاجه في التعليم القراءه، ثم القراءة ثم القراءة، وأهم حاجة قبل القراءة الهواية، حبك لمهنتك. تحب مهنتك هتبدع فيها إبداع ملوش حدود. عشان كده لازم نحب مهنة المحاماة من ناحية، وعشان أحبها بالتأكيد هبدع فيها. وأحد أهم أسباب الإبداع القراءة والاطلاع، ويبقى عنده عدة الشغل بتاعته. وعدة الشغل دي طبعا كل يعني حاليا دلوقتي كمان غير الاول، مجموعات الاحكام موجوده في كل النوادي، وموجوده على النت، وموجوده في كل الاماكن. يعني دلوقتي ما حدش له عذر يقول لك اجيب كتاب مين ولا اقرا كتاب مين. كل ما تفتح لو كتبت كلمه محاماه بس، كتبت كلمه قانون، النت ما شاء الله مليان للصبح. بالنسبه للاخ اللي سال، انت بتقول الاشكاليه هنا، هل دي اشكاليه ولا مش اشكاليه؟ طبعا بالنسبه لازدواج القضاء، عشان برضه نبقى فاهمين، واحد يقول لك هو ازدواج قضاء ولا مش ازدواج قضاء. اولا مين اللي بيحدد جهات القضاء؟ الاساس القانوني بتاعها ايه؟ اللي حددها الدستور. الدستور لما قال لك هتلاقي في الماده 190 ماده خاصه لمجلس الدوله جهه قضائيه مستقله يختص بنظر المنازعات الاداريه والمحاكمات التاديبيه والطعون التاديبيه وكذا، وبعدين الافتاء في المسائل القانونيه والتشريع في المسائل. دي الدستور هو اللي حدد اختصاص الجهه القضائيه اللي هي مجلس الدوله، اللي هي الجهه الاولى، وهو اللي حدد اختصاص السلطه القضائيه لما قال لك المحاكم، ينظم الدستور المحاكم بمختلف درجاتها، وحدد المحاكم وانواع المحاكم. يبقى انا عندي من ضمن الاختصاصات الدستوريه، وانتم عارفين ان الدستور هو القانون الاسمى في المجتمع، هو اللي بيحدد السلطات، هو اللي بيحدد سلطات رئيس الدولة، وبيحدد السلطة التشريعية اختصاصاتها ايه، والسلطة القضائية اختصاصاتها ايه، والسلطة التنفيذية اختصاصاتها ايه. وبرضه من ضمن الحاجات اللي حددها الدستور الهيئات العامة، الهيئات العامة هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضاء الدولة، وكل هيئة واختصاصها. الشاهد ان الدستور هو اللي بيحدد اختصاص، عما اذا كان القضاء جهتين ولا جهة واحدة زي ما حصل في مصر، قال جهتين اهو، وهو اللي بيحدد اختصاص كل سلطه او كل جهه من جهات القضاء. طيب لما يجي الدستور ينتزع او يجي بعد الحاجات كده يقول لك ايه؟ على النحو الذي ينظمه القانون. الدستور تحديد اختصاص الهيئه باختصاصاتها من عدمه، زي ما قلنا الدستور اللي بيحدده. فلما يجي الدستور يحدده خلاص، زي ما قال حسين بيه كده، احنا التزمنا، او الدستور هو اللي حدد معيار التحديد ايه؟ يعني احنا بنقول معيار القضاء الاداري ايه؟ او معيار المنازعه الاداريه ايه؟ انها تكون منازعه اداريه. طب وايه معيار المنازعه الاداريه؟ قال لك ان تكون الدوله طرف فيها، او الجهه الاداره طرف فيها، مش هو الكلام ده؟ طب هل الكلام ده بيصدق على عمومه؟ هل كل المنازعات الاداريه اللي الدوله طرف فيها بينظرها القضاء الاداري؟ لا، المشرع زي ما ادى دايما بيوزع اختصاص، بيدي اختصاص اصيل، يعني واحد اثنين ثلاثة، وبينتزع من هذا الاختصاص، او بيدي ينتزع بعض الاختصاصات لرؤية معينة رآها المشرع، والمشرع ما جابهاش من عنده. يعني مجلس النواب ده لما بيشرع ما بيقولش ده يختص بيه فلان وده يختص بيه فلان بمزاجه، لازم يكون عنده السند الدستوري من الاصل.
الدستور قال لك ان السلطه التشريعيه اختصاصها التشريع الا ما استثني بنص خاص، دايما تلاقي كده الا ما ايه؟ استثني بنص خاص. فتلاقيه احيانا ياخد منازعات اداريه ويديها للقضاء العادي، وياخد احيانا ياخد منازعات خاصه ويديها للقضاء الاداري. تخيل يعني في بعض المنازعات اللي بتبقى الدوله طرف فيها كشخص خاص، كشخص ايه؟ خاص. ولو عقد مش عقد اداري دلوقتي والدوله احد اطرافه او الوزاره احد اطرافه، بننظر المنازعه فين؟ في المحكمه العاديه. طب ما الدوله احد اطرافه، لكن هنا لم تتعاقد او تعاقدت باعتبارها شخص خاص او شخص من اشخاص القانون الخاص. مش معناه كده انا بما انها دوله يبقى كل المنازعات اللي فيها الاداره في القضاء الاداري، ولا كل المنازعات اللي ما فيهاش الاداره تبقى في القضاء العادي. نجد اغلب المنازعات في بعض الجهات ومنازعات القطاع العام زي ما انت قلت. طب ما القطاع العام هيئات عام احيانا وشركات قطاع عام وبتساهم فيها الدوله باكثر من 50%، لكن المشرع بقانون مش بمزاجه، بقانون اداها لمين؟ للقضاء العادي. مش معناه كده ان هنا في اشكاليه، لا، هو الاشكاليه تبقى امتى؟ لما يحصل ان في منازعه ما احناش عارف هنظرها عند مين، هي دي بقى الإشكالية. إنما طالما المشرع حدد منازعة معينة إنها في القضاء العادي حتى ولو أشخاصها أطراف إدارية، خلاص يبقى حط لها الحل بتاعها. وهو المشرع لما شرع شايف إن دي تنظر في القضاء العادي، لما قال لك إن شركات حتى هذه اللحظة شركات قطاع الأعمال العام إحنا في مجلس الدولة بنعتبرها إن دي منازعة ليست منازعة إدارية، وإنما منازعة من منازعات القطاع الخاص وينظر بها القضاء الإداري. وبيحكمها القانون بقى. ويحكمها القانون بتاعها. المشرع شاف كده بعض القضايا بتبقى في القضاء العادي اساسا والمشرع يجيبها في مجلس الدوله. لكن حتى المشرع لو حصل نزاع بيحسم النزاع عن طريق المحكمه الدستوريه العليا، وخير شاهد على ذلك قضايا الضرائب. الضرائب كانت تبع القضاء العادي في الاول. القضاء العادي احنا القضاء الاداري كنا بنحكم لان في نص في مجلس الدوله بيقول لك من ضمن اختصاص القضاء الاداري النظر في منازعات الرسوم والضرائب. واصلا الضرائب كانت بتنظر فين؟ في القضاء العادي، وفي ناس كانت بترفع قضيه في القضاء الاداري وياخد حكم ويروح القضاء العادي وياخد حكم في ذات المنازعه، ودي منازعه ضربيه ودي منازعه ضربيه. هنا ده بقى تنازع الاختصاص اللي احنا بنقول عليه، اما انه تنازع ايجابي او تنازع سلبي. تنازع ايجابي ان ده يختص ويطلع احكام وده يختص ويطلع احكام. تيجي انت تقول الله طب انا هروح عند مين دلوقتي؟ ده عمليه تشير بلبلة. المحكمة الدستورية حسمت هذا النزاع وقالت إن منازعات الضرائب كلها، الكلام ده من 2016، وقالت إن كل منازعات الضرائب دي تعد منازعات إدارية ومن اختصاص قضاء مجلس الدولة، وأصبحت فين؟ وأصبحت في القضاء الإداري. ما عادش ينفع دلوقتي ولو رحت رفعت قدام القضاء العادي يدي لك عدم اختصاص ولائي 100%. هل كل منازعات الضرائب؟ لا، مش كل منازعات الضرائب. طيب ضرائب شركات القطاع الأعمال العام دي فين؟ حتى هذه اللحظة بعتبرها منازعة قضاء خاص وتروح لضرائب الضرائب العادية، القضاء العادي. الشاهد إن طالما الاختصاص وزع بقانون فلا غبار على ذلك، لأن المشرع هو صاحب السلطة التشريعية وهو صاحب الاختصاص التشريعي، من حقه إنه يطلع قانون يسند فصل النزاع لأي من جهتي القضاء طالما إن ذلك لا يخالف نص دستوري وإن الدستور بيديله هذا الكلام، لأن هو السلطة التشريعية، هو صاحب الاختصاص الأصيل، يجيب هنا ويجيب هنا. بعض منازعات القضاء العسكري كانت بتنظر في مجلس الدولة، مثلا قضايا العسكريين فيما يتعلق بالتعويضات العسكرية وغيره وغيره، جم في 2019 وطلعوا قانون قال لك كل اختصاصات القضاء العسكري حتى التعويضات تختص بها اللجان القضائية العسكرية. أصبحنا من ساعتها كمجلس دولة ما بننظرش إيه هذه المنازعات. إذن هل هي في إشكالية ولا ما فيش إشكالية؟ لا، ما فيش إشكالية. ليه؟ لأن أنت المشرع حدد لك المكان ده. المشرع من حقه كده ولا مش من حقه؟ من حقه. مش من حق القاضي هو اللي يوزع الاختصاص. القاضي في توزيع المحاكم، توزيع اختصاص المحاكم بقانون. فأنا كقاضي حتى إن كان ليا وجهة نظر أخرى أنا بطبق زي ما قال لك كده حسين بيه، بطبق نص القانون بيدي الاختصاص لمين. الإشكالية تنشأ عندما لا أجد جهة تنظر الإيه؟ تنظر النزاع، تمام؟ عشان تبقى أنت عارف الوضع إيه بالظبط.